شهدت محافظة القاهرة مواصلة مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. في إطار التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، تستمر مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة بيع اللحوم البلدي والمجمدة بأسعار مخفضة، وذلك عن طريق منافذ موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية وفي القلب منها محافظة القاهرة. إن شاء الله عندنا خطة كاملة للجمهورية، ولكن اخترنا حوالي 5 محافظات بدأنا بيهم. احنا النهاردة موجودين في القاهرة، هنتكلم على القاهرة. بنعمل منافذ متحركة في القاهرة، وصلنا النهاردة 50 منفذ متحرك داخل محافظة القاهرة، ثم بنعمل منافذ ثابتة أو شوادر ثابتة في أماكن معينة. النهاردة احنا موجودين في حدائق القبة في شارع مصر والسودان بمنفذ، بأول منفذ وشادر ثابت يتعمل جوه محافظة القاهرة. إن شاء الله خلال الأسبوع والأسبوعين الجايين هنزود عدد المنافذ الثابتة عشان نقدر نوصل لكافة المواطنين. وزي ما حضرتك شايفة الإقبال، احنا عاملين شادر لمدة 20 يوم لبيع اللحوم البلدي. سعر الكيلو 310 جنيه، وفي حضرتك عربيات متنقله بتبيع بردك اللحمه المبرده وليس المجمده، سعرها 185 جنيه. انا طبعا بالنسبه لي كمتطوع، السعاده الحقيقيه اللي انا بحس بيها هي نظره الفرحه في عيون المواطن اللي هو المستحق للخدمه، لان دي فعلا الرساله الحقيقيه اللي احنا بنحاول نوصلها للناس. احيانا بننزل في التنظيم، احيانا بنفضل واقفين هنا وكده، بنساعد في بيع اللحمه او مثلا نجمع الفلوس، نفهم الناس لما تيجي تسالنا السعر كام وكده. المبادره شهدت اقبالا من المواطنين، مع تكثيف الجهود لافتتاح نقاط جديده بالاحياء الاكثر كثافه بالعاصمه لضمان وصول هذه المنتجات الى اكبر عدد ممكن من المستفيدين. بصراحه طعلي لحمه ممتازه جميله واسعار كويسه، يعني بعيد عن الجشع بتاع الجزارين عندنا. يعني انا جاي من مشوار بعيد، جاي من امبابه، فجنب مني بتوع اللحمه هناك 420 450. طبعا المبادره دي حاجه كويسه جدا، يعني احنا بقى يعني اللحمه اللي بره غاليه، بنبقى نفسنا تبقى رخيصه شويه، هنا السعر حلو مظبوط في متناول الجميع. يعني لما اكون لحمه بلدي ب 310، يا ريت المبادره دي تفضل على كده، ان كل تاجر يعني تلاقيه بيبيع بسعر، في اللي بيبيع ب 400 وفي اللي بيبيع ب 420 وفي اللي بيبيع 350. لو تفضل المبادره دي على كده يبقى كويس قوي يعني للمواطن، حتى اللي هو الغلبان يعني. ولما اكون بالذات تكون لحمه يعني بلدي كويسه، تبقى مبادره كويسه ان شاء الله. احنا بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره الجميله دي، وريت سيادتك يا رئيس على طول يفضل الموارد دي على طول كده عشان الناس ترخص كلها تحت اللحمه. والحمد لله يعني لحمه جميله وكل حاجه كويسه الحمد لله. المبادره تقدم لحوما بسعر مخفض وجوده عاليه لرفع المعاناه عن كاهل الاسر المصريه، في ظل التوجيهات الرئاسيه لتوفير حياه كريمه للمواطنين.